مش يسمعها معناه. نشوفه مع اخونا هشام، اخونا هشام بن يحيى في علم الفلك اليوم باش يمد معلومات قيمه. تحيه لاخويا هشام، معلومات قيمه لعلم الفلك. صباح الخير خويا هشام. صباح الخير. صباح الخير خويا منذر سوية. منذر سوية مرحبا بك. مرحبا بك على مواجهه اذاعه عليس فام، وكل عام انت حي بخير خويا. خويا هشام ونهارك عسل ان شاء الله اليوم. معلومات اليوم خويا هشام يلا. تحيه ليك وتحيه للاخوه اللي معك. اليوم مش نحكي على زوز مواضيع. اول شيء حدث فلكي عشناه البارح في الليل، عاشته الارض، ولكن ما كناش نجمو نشوفوه في تونس لانه ما يهمش. هو كسوف للشمس صار في شرق اسيا، وتقريبا يعني في الجزء الاخر من الارض، يعني شرق اسيا وشويه من روسيا والصين واليابان. الظاهرة هذه هي ظاهرة تصير تقريبا بمعدل 3 إلى 4 مرات في العام، اللي هو اختفاء الشمس بظل الأرض، يعني اختفاء الشمس بالقمر، يعني قمر تعدى بيننا وبين الشمس، وتنجم يعني في بعض الأحيان يعني يبدأ كسوف كلي. نجم نشوفوا نجوم، يعني نجوم في القايلة نحن كما نقولوا. الظاهرة هذه يعني بالنسبة للكسوف اللي شهدته الأرض اليوم، نسمى يعني أنه في الفجر بالنسبة لي نحن 6 جانفي، هو أول ظاهرة فلكية للأرض تشهدها الأرض في 2019، وهو كسوف جزئي. معناتها كسوف جزئي أي القمر في أقصاه وصل إلى تقريبا 65% في بعض المناطق. حاب نذكر زادة فما الشقيقة يمن شهدت الكسوف هذا، يعني كانوا ينجموا يشوفوا جزء صغير من الكسوف. أنه يعني معناتها كسوف جزئي أي يعني جزء صغير من أو من القرص الشمسي يتخبى ويبقى الآخر يمكن مشاهد، يعني فما كما نشوفوا يعني كما الشمس نشوفوها متاكلة شوية إلى حدود 60% من القرص متاعها. هذا يعني بالنسبة للكسوف اللي طبعا يعني تابعناه يعني بالصور أو باللايف ستريمينج اللي تم نشرها في صفحات التواصل الاجتماعي. وإن شاء الله يعني علاش لا، يعني فما نقول اللي أقرب كسوف لنا عام 2026 باش نشهدوه في تونس، باش يكون مركزية الكسوف إن شاء الله في جزيرة جزر قرقة. هذا بالنسبة للكسوف. نحب كذلك نحكي اليوم ونستغل الصفحة الإعلامية هذه على الجمعية التونسية لعلوم الفلك اللي أنا مثلها وأنا نائب الرئيس نتاعها. برشا ناس يسمعوا بها، فما يعني الناس اللي يعرفوا يسمعوا تقريبا يعني أغلب الناس يقولون أنتم يعني اللي يعرفوا يعني رصد الهلال والأهل الأشهر القمرية وكذا، ولكن يعني حاب نقول اللي الجمعية التونسية لعلوم الفلك هي جمعية تأسست عام 90، يعني جمعية تقريبا عمرها تقريبا 30 سنة. هي جمعية علمية تعنى بنشر الثقافة الفلكية، والهدف متاعها أنه الناس يعني تعرف كثير من الأشياء حول علم الفلك، النجوم والكواكب والمجرات. ونحن يعني عن طريق تظاهرات فلكية في كل أنحاء الجمهورية نحاول أن نقرب ونحقق أهدافنا، وهو يعني ما نسميه بمحو الجهل الفلكي في لدى الناشئة ولدى عموم الشعب. الجمعية متاعنا طبعا يعني لها عديد من الشركات، وهنا يعني القوة متاع الجمعية متاعنا هو في الشركات مع المؤسسات الدولة، نذكر منها وزارة الشباب والرياضة، وزارة التعليم العالي، ديوان الخدمات الجامعية، مدينة العلوم، وزارة التربية. يعني هذا يعني الأهداف يعني متظاهرة من
من الشركات نتاعنا انه نستهدف يعني تقريبا كل شرائح المجتمع كي نقولوا مدينه العلوم، يعني زائر مدينه العلوم يعني كل يعني العائله كامله، يعني كي نقولوا العائله البو والام والصغير والشاب هما اللي يزوروا، كي نقولوا الطلبه نحن نلمس كل احاء الجمهوريه، لانه كي ناخذوا كليه كيما كليه العلوم عندنا فيها نادي فيها يعني كل زوار يعني الطلبه يجوا من كل انحاء الجمهوريه من بن قردان الى وهذاك يخلي انه عنا يعني ما عندناش فروع صحيح، ولكن العديد من نسموهم ديزونتين نحن في قبلي في جابس في بن قردان في تطاوين، يعني نجموا يعني نتحركوا بسهوله بدون ان يكون لنا يعني فروع. وكذلك يعني الجمعيه يعني تضع على ذمه الناس، يعني نقولوا الناس يعني الهيئات الجمعيات دور الشباب دور الثقافه كل امكانياتها الفلكيه، اللي على علم انه هي الجمعيه الفلكيه الوحيده، ولكن فما جمعيات اخرى تعنى بعلم الفلك، ولكن الجمعيه الفلكيه الوحيده اللي موجوده في تونس، لذلك نحن نضع كل امكانياتها على ذمه الهيئات المهرجانات، نحن نشاركوا في على العديد من المهرجانات ولو انها تكون فنيه، ولكن مثال السنه اللي فاتت شاركنا في مهرجان الحوت، يعني كانت سهره، كانت عندنا سهره فلكيه ويعني ولا يرحمه كنت حاضر سي الدهماني حاضر يعمل اي حاضر يعمل في الفن نتاعو وانا نوري للناس في التلسكوب، يعني فما يعني مهرجانات اللي تخلط يعني تعمل خليط بين العلم والثقافه والفن، يعني نحن عندنا يعني العديد من الشركات وعديد من نحضروا في العديد من المحافل الوطنيه، وكذلك لدينا يعني علاقات دوليه مع العديد من الجمعيات في فرنسا في تونس في الجزائر في امريكا في ألمانيا اللي يخلينا أنه نشاع يعني نوعا ما إلى الخارج، وعليش لا نهار من نهارات يعني يولي عنا مرصد فلكي، لأنه هذا حلمنا في تونس، بقينا يعني شرقا وغربا البلدان اللي عندهم مراصد فلكية، بقينا نحن في الوسط ما زلنا يعني ننتظر يعني الفرج، يعني إن شاء الله علاش لا قريبا يعني يولي عنا مشروع فضائي تونسي نعتز به ان شاء الله. ان شاء الله اخوي هشام، بارك الله فيك على المداخله القيمه على المعلومات القيمه لما ديتنا بها اليوم الصباح في على امواج اذاعه عليسة اف ام. تحيه لك خويا هشام ان شاء الله، وبارك الله فيك في مداخلات اخرى ان شاء الله. نزار علم الفلك وما ادراك ما علم الفلك، هنقبل